وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدثت الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن أهمية قرار اعتماد الوساطة في المسائل الشرعية ودوره في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. لا شك أن هاي القرار طبعا سيؤدي إلى أول شيء أن راح يصير في إسراع في حل النزاعات الأسرية من خلال مساعدة الوسيط لأطراف النزاع للتوصل إلى اتفاقية تسوية. سيقوم طبعا الوسيط بقرب وجهات النظر ويحفظ جميع حقوق الأطراف، ويعني ويحاول أنه يوصلون إلى توافقات. وأيضا هذا القرار سيؤدي إلى حفظ كيان الأسرة من التفكك ويساعد في إعادة العلاقات الأسرية. كلنا نعرف مدى حساسية النزاعات الأسرية وانعكاساتها السلبية على العائلة والمجتمع ككل. الوساطة لا شك أنها راح تساهم في دعم هذا الاستقرار الأسري والمجتمعي.